المجتمع الإسرائيلي عاشت كارثة من أكبر الكوارث في تاريخها، وفي ظل هذه الكارثة نحن نقاتل سويا، نحن ندير الحرب بإصرار ومسؤولية لكي يتغير الواقع في الجنوب بشكل جذري، ونحقق مجددا أن لا يحدث ما حدث مجددا. نحن نعمل بكل الجبهات لكي يفهم أعداؤنا الرسالة. إلى جانب ذلك نحن نبذل كل جهد لإعادة كل المخطوفين في غزة إلى البيت، وأنا أشدد كل جهد. هذا واجبنا الأخلاقي كإسرائيليين، كيهود، كدولة، كقيادة. العملية البرية إلى جانب جهود أخرى يمكن أن تعزز فرص إعادة المخطوفين إلى بيوتهم. جميعنا، رئيس الحكومة، وزير الأمن، مجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع وكل القيادة يفهمون مستوى المسؤولية الهائل على أكتافنا. نحن نشعر الألم، نحن نشعر توقعات مواطني إسرائيل. بشكل شخصي التقيت مع عائلات المخطوفين وأنا في خدمتهم في كل لحظة. أنا أتعهد لن ندخر جهد ووسيلة لكي لا نعيد المخطوفين. علينا أن نذكر أن أمامنا توجد منظمة فاقدة للإنسانية تستخدم الرضع والأطفال كدروع بشرية. هم يديرون معركة نفسية، يكذبون على العالم، يعذبون العائلات ويحاولون تمزيق المجتمع الإسرائيلي، لكنهم سيفشلوا. نحن سنهتم عاجلا أم آجلا أن يدفع جميع هؤلاء الثمن. قتلت وخاطفوا الأطفال، دمهم مهدور. أنا أريد أن أشكر أصدقائنا في العالم وخصيصا الولايات المتحدة على هذا الدعم. إلى جانب هذا يجب أن يعرف العالم في هذه الحرب لا يوجد مهلة زمنية، لكن يجب أن تكون هناك متسع إنساني. سنصغي لأصدقائنا لكننا سنقوم بما هو في مصلحتنا. أنادي العالم بأن يركز في الضغط على مجرمي الحرب الذين يحتجزون 200 مواطن بما في ذلك رضع ومسنين دون أي ظروف إنسانية. مجرمي حرب مستعدون للتضحية بمواطني غزة. حماس جلبت كارثة على نفسها وعلى المجتمع التي تدعي الحركة أنها تمثله. في هذه الحرب الصورة واضحة، إما الشر الكامل وإما العدل الكامل، والعدل يجب أن ينتصر، وأنا أعرف أن العدل سينتصر لأنني أرى قادة الجيش والمنظومة الأمنية جميعهم من قائد الأركان وحتى المقاتل الأخير. كل قادة المنظومة الأمنية ورجالاتهم يقفون بقوة ويركزون في العمل القتالي. لدي ثقة كاملة بهم وبقدراتهم وبأنه رغم الحمل الثقيل على أكتافهم بسبب ما حدث وبسبب ما سيحدث هم سيجلبون النصر. جميعنا القيادة والمجتمع الإسرائيلي نقف خلفهم ونقويهم. مواطنو إسرائيل، تشرشل قال نحن سنحمي وطننا بكل مهما كان الثمن. سنحارب في البحار وفي الحقول وفي التلال ولن نرضخ ونستسلم. هذا صحيح أيضا لشعب إسرائيل اليوم. في حرب الاستقلال الثانية نحن سنحارب حيثما يطلب منا ومتى ما سيطلب منا. لن نخرج أقوياء فحسب الموحدون. لن نستسلم ولن نتوقف. لا يوجد في هذا الحرب عملية حاسمة واحدة، وإنما عملية مستمرة سننتصر فيها.
ستكون عملية متعددة المراحل تنطوي على صعوبات وأثمان، وإنجازاته ستستغرق وقت، و إكمال هذه العملية بما في ذلك إعادة ترميم البلدات المحيطة في غزة سيستغرق وقتا طويلا. علينا أن نذكر أن قواتنا تكمن في وحدتنا في أوقات الحرب وبعدها، وحينما يكون شعب إسرائيل موحد، حينما نكون سويا، لا يستطيع أحد أن يهزمنا. بعون الله سنقاتل وسننتصر.